6 complete. تمام، أعتذر كثير عن انقطاع البث يلي عم يصير هلا اليوم. دائما السبت والأحد بيكون في كثير استخدام هائل للإنترنت هون بألمانيا لأنه عطلة نهاية الأسبوع، ف يعني أحيانا بينقطع أحيانا بيكون كل شيء تمام، لهيك بعتذر كثير. الخطأ تقريبا عم يصير من عندي من هون لأنه عم يروح الإنترنت، بس بكل الأحوال هلا بالأيام القادمة بعد طلب للشركة لحتى يحسنوا الإنترنت هون لحتى ما ينقطع، فأتمنى كتير إنه تحملوا هاي النقطة. شو كمان بين التنين اليوم الجمعة، إذا بتلاحظوا أبدا ما بينقطع النت، بيكون الاتصال كتير كتير خارق وممتاز، بس حاليا هيك بعطلة نهاية الأسبوع ممكن يصير هيك شغلات، بس لما بينقطع الإنترنت ممكن رح أوصل البث المباشر من أول وجديد ونكمل تماما تماما وين وصلنا بالدراسة. تمام. اهلا سارة، اهلا ديما، اهلا ضحى. تمام، هو فعلا في خلل بالانترنت. اهلا لينا، يعني حتى بيقولوا لكم انه المانيا احسن شيء ومدري شو، بس الانترنت يعني بصراحة بكل مكان نفس الشيء، مفروض تكون بس هيك يعني الجودة كتير كتير أحسن، بس إقالها ما بيهم كتير بالإنترنت. اللي بيهم إنه تكون الساعة الماضية كانت كويسة، هلا إنه أخدتوا الميدالية الذهبية السادسة خلصنا 6 ساعات صح لحد الآن؟ شو خلصنا لحد الآن؟ توقع السادسة مو؟ صح. هلا عم ناخد الاستراحة كمان السادسة، رح نكمل أكيد مع التحدي للأخير. أهلا فيكي، اللهم حلمي كتير 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 سعيد إنه عجبك التغييرات الجديدة على القناة. أول يوم بنطبقهم الاقتباسات أو شو اسمه الميداليات الذهبية، هي كلها تم تطبيقها اليوم للمرة الأولى، وكتير كتير سعيد إنه عاجبينكم، وبتمنى إنه تحصلوا أكبر عدد من الميداليات الذهبية هاي السنة لحتى يعني يساعدوكم على تحقيق أحلامكم بالأخير. ممتاز كتير مارينا، خليك مكملة هلا مع المحاضرات، شكلنا كلاتنا عم نخلص المحاضرات اليوم المهمة. أتمنى لكم كل الاسترخاء وتوصلوا لآخر اليوم مبسوطين بالشغلات هيك. عبارة تحفيزية من جوجل، طبعا من جوجل. غدير امبارح جمعتهم هيك، طبعا في عبارات ما كانت كتير كويسة وهيك، بس جمعت لكم يعني العبارات اللي ممكن هيك يكون فيها شوية هيك ممكن تكون ملهمة أو هيك بتخلي الواحد يفكر شوي بالقصص من منظور تاني، وكلها جمعتها حطيت لكم اياها كلها هون بالبث المباشر. مش اسوأ من نت فلسطين، لك عن جد ما ادري كيف يعني لما كنت بسوريا كنت اسمع دائما انه الانترنت هون خارق، و بتعرفوا هاي البوستات على الفيسبوك اللي بتكون موجوده انه الانترنت بالمانيا او هيك صار اسرع من الدماغ البشري، كله هذا الحكي بصراحة معنه صحيح. الانترنت فيه هيك دائما خلل كل مكان اتوقع. تمام، شكرا لك قدير. كيف افهم طريقة الميداليات؟ تمام، شكرا للسؤال. طريقة الميداليات رح أورجيك اذا هون في شيء.
كل ساعة بنخلصها في مثل صاروخ هيك بيمشي وبيعطي ميدالية ذهبية جديدة، رح ورجيك كيف. مثلا لحد الآن احنا مخلصين 6 ساعات، لهيك تم تجميع لحد الآن 6 ميداليات، بس رح ورجيك مثال لما الواحد بيخلص ساعة، الساعة الأولى كيف ممكن الواحد ياخذ ميدالية. أو لا تمام. لحظة واحدة، أتمنى هلا يكون رجع استقر النت كله تمام. أوكي، في عندي هون مثل مؤشر على الشاشة إنه بيطلع إذا في إنترنت ولا لا، أو إذا في عندكم فيديو ولا لا. هيك تمام، رح ورجيكم هلا المثال تبع الميداليات كيف تشتغل. لما بنخلص الساعة الأولى بتاخذوا الميدالية الأولى. حاليا جمعنا 6 ميداليات لحد هاي اللحظة. شوفوا هلا كيف الساعة الأولى بتنتهي. One complete. تمام، هي كانت الساعة الأولى. احنا لحد الآن طبعا مش بيمشي الصاروخ بكل ساعة، بيمشي خطوة للأمام، و يعني كل ساعة انتم بتكونوا حاضرينها انتم بتكونوا محرزين نفس التقدم يلي عم يعطي هذا يعني الميداليات هاي اللي بجمعوها على الطريق، هي بتدل على كل ساعة انتم خلصتوها معنا. في عالم اليوم مجمعين 6 ميداليات لحد الآن، في عالم مجمعين 5، في عالم مجمعين 4، على حسب ايمتى انضميتوا للبس. والنقطة انه الهدف تبعنا انه نجمع 11 قطعة لحتى نخلص تحدي 12 ساعة. فبكرة أكيد 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 رح نجمع بكرة 11 قطعة حتى نشوف شو بيصير آخر شيء لما بيوصل هذا الصاروخ يلي شفتو عم يطير للمحطة الأخيرة. تمام، وهيك بنكون دمجنا الألعاب أو الأشياء هيك المسلية. بتعرفوا هيك تجميع القطع أو العد، هي الأشياء كلها هيك محفزة للدماغ، كنا دمجناها هيك كلياتها مع دراسة. هل صح شرب القهوة له أضرار؟ سبب وجع راس إذا ما شربناها؟ تمام لينا، هلأ عم حاول أفهم بس شو بتقصدي تمام منها. هلأ الأشخاص اللي متعودين على القهوة بيشربوها فترة، صار لهم فترة كتير طويلة، إذا قطعوا القهوة أو إذا مرق عليهم يوم واحد ما بيشربوا في قهوة، أو إذا مرت 24 ساعة أو أكثر بدون شرب قهوة بصير عندهم وجع راس، لأنه دماغهم هذا شيء مثل بيشبه إدمان الكافيين، بصير عندهم وجع راس، بصير يوجعهم راسهم، بصير ما بيروح هذا الوجع راس حتى يشربوا قهوة تاني مرة. هاي الشغلة في عالم ما بيحبوها وقرروا من وراها إنه يتركوا بالأخير شرب القهوة. تمام، فلينا إذا متعودة كتير على القهوة وضليتي فوق 24 ساعة بدون قهوة بالدم، الدماغ ممكن يعني ممكن يصير عندك وجع رأس، وهي الشغلة ممكن الواحد بصراحة يخففها، يتخلص منها إنه يبلش يخفف القهوة بشكل تدريجي، لأنه من قبل كان الواحد متعود إنه يشرب قهوة كتير. تمام، بس هي في لها طريقة خاصة بصراحة، ممكن تشوفي تقرأي مثلا عن كيفية علاج إدمان الكافيين، في طرق تدريجية ومفيدة إنه الواحد يتخلص بالأخير من هذا الإدمان أو من هاي ردة الفعل بخصوص القهوة. تمام، شكرا لك أو لإلك. هل يوجد دراسات لديك الابتدائية؟ ما فهمت أصيل شو بتقصدي؟ لحظة شوي يمكن.
موسيقى. كم لسه بدكم تدرسوا؟ ساعة رح ندرس كمان، هلا خلصنا 6، باقي 7 8 9 تمام، باقي 3 ساعات من الدراسة. 7 8 9 تمام، عبعد صح. اوكي جاهزين نرجع نفوت بحالة التركيز؟ هلا نبدأ. هلا مع الساعة رقم 7، وبالتوفيق مع تحصيل الميدالية الذهبية 7 بحال ركزتوا منيح، فهي الميدالية رح تكون من نصيبكم. غير هيك بتمناكم كل التركيز والإنجاز. جاهزين؟ تمام، أخذت رسالة الضحى، يلا بينا سوا على الساعة 7.
7 complete. اهلا يا ابطال، حاليا خلصت الساعة رقم 7. ما نتكون ركزت كثير منيح فيها، وهلا رح نرتاح 10 دقائق مثل العادة. اهلا مرام، اهلا اصيل، اهلا مروة. اهلا قربي، رح يعملوا العملية الزائدة. رقم 12، رأيك رح تنجح عملية واحد؟ تمام مروة. هلا العمل هاي الحالة او التهاب الزائدة ممكن تصيب اي حدا، حسب ما سمعت من الدكتور انه ممكن تصيب واحد بعمر اليوم للمئة سنة، الكل ممكن ينصاب فيها باي لحظة. السبب لهي النقطة هو معروف، هي بتكون الدائدة يعني الزائدة الدورية موجودة باخر الغليظ، وهي بتكون هيك مثل الاصبع، تمام، بآخر المعي الغليظ. فإذا انسدت هاي بالفضلات أو ممكن ببذور الفواكه أو هيك، هي الزائدة بيكون فيها بكتيريا مفيدة للجسم، بس لما بتنسد مثل بتختنق، تمام، فبتصير تلتهب وتكبر تكبر تكبر تكبر. فهون لازم الواحد فورا إنه يستأصلها من الجسم. العملية سهلة كتير، وحسب ما شفت انه بغض النظر حتى لو هنن يعني تأخروا شوي او هيك عليها، دائما في طرق حتى الواحد يتعامل معها. يعني بغض النظر اذا هو راح بشكل مبكر على العملية، او يعني في حالة بتصير فيها بتنسقب الزائدة الدورية من كثر ما بتنتفخ البكتيريا فيها يعني بتتكاثر وهيك، ممكن تنسقب او بيقولوا انه بتنفجر الزائدة الدورية. كمان ممكن يصير هيك بكتيريا تنتشر بالبطن وهيك، بس كله الأطباء عندهم القدرة أن يتعاملوا معه. طبعا كل حالة ممكن الواحد يضل فيها بالمشفى مدة مختلفة، بس بكل الأحوال تمام. بما أنه أخذوه على المشفى وهيك وهلا صار مع الأطباء، كله رح يكون تبع مروة، وبتمنى له كل التحسن يعني من ناحية الصحة. تمام. وهي هلا حاليا يعني خصوصا بهذا الزمن صاروا عم يعملوا العملية بطريقة كتير سهلة. مو صار في عنا هلا هيك مع المنظار والكاميرا وهيك، كانوا من قبل يشقوا البطن لحتى انه يستأصلوا الزائدة الدورية، بس هلا يعني بما انه صار في مثل كاميرات وانابيب بيعملوا بس ثقوب صغيرة، يعني بتختفي هاي الثقوب ما بترك اي اثر على البطن حسب ما فهمت من الدكتور. بيعملوا مثل 3 ثقوب بالبطن، بيفوتوا بيقطعوا الزائدة الدورية وبعدين خلص العملية، يعني بتاخد نص ساعة ساعة بالكتير. تمام. مثل ما شفتوا لحد الآن خلصنا الساعة السابعة، حصلنا الميدالية الذهبية السابعة. طبعا اليوم رح نجمع بس 9 ميداليات لو بتعرفوا، فكونوا جاهزين بكرة أنه نحصل 11 قطعة، 11 ميدالية بالتحدي الكامل. تمام. امتحاناتنا أي شهر؟ تمام، اللي بيعرف يجاوب. شكرا لك نون كمان على الإجابة. Bariatric surgery. اوكي، هاي الاسم الاختصاصي تبعها. واحدة بس. ثانية واحدة بس. تمام، اهلا داني.
بارياتريك كتير كتير سعيد دائما اعرف اسماء المصطلحات وهيك. بارياتريك سيرجري جراحة لعلاج البدانة. Hormonal surgery in these bridges. Alteration in gut. Hormones develops. Weight loss surgeries. Okay. هلا كيف كانت صحي؟ تذكر في بتقصد مثل عمليات قص المعدة. Bariatric surgery. هي عمليات كيف كانت يا ترى؟ بتذكر في واحد من أقرباء عمل عملية لقص المعدة، بس ما بتذكر إذا كانت بهاي الطريقة ولا غير. توقع هيك كانت كمان داني. Cause treatment and complications. شروق كثير 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 مهتم بهي الامور، حتى بحب كثير هيك اعرف عن التشريح وهيك، بس هاي الحاله هلا شوي انا ملم فيها لانه كنت من كم يوم كمان هيك يعني عرضه لإلها، كان عندي الاعراض تبعها وهيك، بس ما كانت هي 100% الحاله. تمام. سعيد نجحت في الامتحان. اول تحديد حددوه 16 من شهر 7، بس تسجيل تاريخ امتحانات الجامعات. قدرت 4 ساعات بالضبط. امتحاني غدا، دعواتك ألف، يعني بتمنى لك كل التوفيق أميرة بكرة بامتحان. استرخي كتير منيح، إن شاء الله بترجعي بكرة هيك لعنا وأنت مبسوطة بالتقديم تبعك. بتعرفوا الامتحانات هلا يعني شغلة هلا رح تجينا كلياتنا. بتمنى لكم كل التوفيق، وتطلعوا بكره من الامتحان ان شاء الله مبسوطين ومسترخيين. اهم شيء هلا استرخوا كثير منيح. اميره نامي كثير منيح، واي حدا عنده امتحان بكره ناموا كثير منيح قبل الامتحان لحتى الدماغ يشحن كل تركيزه. ان شاء الله هيك تمضى هاي الفتره مع امتحانات كثير كويسه علينا. رح تقص المعده. تمام. تمام حنان. Why you don't try to speak English? السؤال لإلي أميرة، شو تنصحنا نصائح نستفاد منها لأن امتحاناتنا بشهر 7؟ تمام حنان، بنصحكم كتير إنه طبعا دراسة أنتو كتير منيح بتهتموا فيها أكيد، خليكم دائما عم تدرسوا. بس هذا الحكي ناقص اللي حكيته هلا، ما لازم تضلوا طول الوقت عم تدرسوا، حاولوا تدرسوا كل يوم من الصبح يعني هيك للمساء مع نظام الاستراحات اللي عم نعمله، وكافوا حالكم كل يوم، لا تنسوا ابدا نفسيتكم ودماغكم بحاجة اشياء مسلية، ما تضلوا غرقانين بالدراسة طول الوقت وتضغطوا دماغكم ونفسيتكم، لأنه الجسم مثل ما بتعرفوا إذا الواحد أنهكه ويعني كتير 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 أنهكه يعني بالإنجاز والدراسة والأشياء كل هاي، بعد فترة غالبا رح يصيبه تعب ورح يمرض أو بصير عنده ردات فعل بيخليكم توقفوا عن الدراسة. لهيك كل يوم درسوا عدد الساعات اللي حابين تدرسوا، حاولوا تقيسوا قديش يعني قديش هيك مثلا لازم تأنجزوا بشكل يومي، كيف إنجازاتكم، حاولوا أنه تقيسوا الشغلات، عم تخلصوا الدروس منيح، عم تراجعوا الدروس منيح، عملوا كل فترة امتحانات، دائما حاولوا تحلوا الأسئلة هيك إذا واكتشفوا الأشياء اللي بتخطأوا فيها. يعني بصراحة إذا كل يوم بتكونوا عم تدرسوا هيك كله رح يكون تمام من هون الامتحان النهائي. حاولوا بالدروس الحالية إذا لاحظتوا إنه في دروس صعبة عليكم حاولوا تكتشفوا نقاط ضعفكم وتقووها. الشغلة اللي رح تخليكم تجيبوا معدلات كاملة هي إنكم تكتشفوا نقاط ضعفكم، إنكم ترتكبوا أخطاء. لا تزعلوا أبدا من ارتكاب أخطاء لأنه هي شغلة ما حدا بيجيب العلامات الكاملة إلا بارتكاب كتير أخطاء. ف بنصحكم كتير 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 بالامتحانات أو النماذج الامتحانية مثلا. تمام؟
غير هيك خليكم عم تعملوا الأشياء الصح ببساطة حنان، وأكيد أكيد أكيد رح توصل للامتحانات وأنتم بشكل كتير يعني جاهزين بشكل كتير كويس. ما في اختبار حتى نشخص الحالة 100%، دائما نحطها أحد الاحتمالات. تمام، أنا سألت سؤال ما جاوبني، إيش أفضل أدرس بس جديد أو أقسم اليوم؟ أقسم اليوم بين جديد ومراجعة. تمام، إذا قصدك تحضير الامتحان شروق، هلا في هلا أنا بالنسبة لي إذا هلا في شوية وقت منيح بصراحة رح أدرس الأشياء اللي ما خلصتها لحد الآن، يعني بدرس الشغلات الجديدة. ما بعرف شروق أنت عم تدرسي بالجامعة أو هيك، إذا في شغلات لحد الآن مدارسينا بنصحكم درسوها وتخلصوا منها، وبس تخلصوا الشغلات هيك المتراكمة أو الشغلات الجديدة اللي عليكم ارجعوا ودرسوا الدروس كلياتها من أول جديد. بتمنى بس تكون فهمان الحالة لحتى أجاوب عليها كمان بشكل صح. تمام، إذا خلصتوا التراكمات وهيك كتير كتير كويس إنه تخلصوا التراكمات اللي عليكم. تمام، بس شو يعني شو في شروق، يعني شو إحساسك هيك بالموضوع؟ إذا هلا الدراسة بصراحة الكويسة، الدراسة الكويسة هي إنكم تراجعوا الشغلات اللي أخذتوها مثلا بالفترة الماضية، هي الشغلة كتير 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 بتدخل للذاكرة بقوة. ف يعني بحس الإجابة النهائية رح تكون إنكم تدرسوا أشياء جديدة والأشياء القديمة سوا شروق، كتير كتير هاي الشغلة بتحفز الدماغ وبتخليه يعني يربط الشغلات يلي أخذتيها من قبل مع الأشياء اللي بعدها. هاي الاستراتيجية بصراحة عم حاول إني أنا كمان دخلها على نظام دراستي بالجامعة، إن شاء الله قريبا رح أقدر هيك عليها. تمام شروق، إذا فيكي أو بتوقع فيكي هي، بس بدأ عن جد عن جد ضبط وتنظيم القصة، تدرسي الأشياء الجديدة وتربطيها وتدرسي معها كمان الأشياء القديمة. مراجعة الأشياء كتير كتير بتحبرها وبتخليها تصير يعني جزء من الذاكرة طويلة الأمد. ممتاز، جاهزين هلا للساعة رقم 8؟ رح نبدأ هلا بالساعة 8. طبعا انتم شايفين كثير متحفز انه خلص الاستراحه وانتقل فورا على المحاضره اللي بعدها، لانه في كميه لازم اخلصها اليوم لحتى اقدم مشروع ليوم الاثنين، ففي عندي مشروعين ليوم الاثنين، كثير كثير ضغط، واكيد راح نركز ونشتغل دائما بكل استرخاء. اتمنى لكم كل التركيز بالساعه 8، وبشوفكم بعد شوي بالاستراحه. جاهزين؟ عفوا شروق، شكرا كمان لسؤالك، أتمنى أكون ساعدت بالإجابة. يلا بينا سوا.
8 complete. الساعة رقم 8، هلا رح نرتاح 10 دقائق مثل العادي. حاليا طبعا صرنا بالبث المباشر، اتوقع ايش صرنا هلا؟ صرنا 9 ساعات، تجاوزنا 9 ساعات من بداية البث. والساعة القادمة رح تكون هي الساعة الأخيرة بالبث المباشر، رح نتجاوز فيها العشر ساعات من الدراسة. غير هيك رح نخلص اليوم بهذا التوقيت لحتى يكون في عندكم وقت تكافئوا نفسكم وتكونوا بكرة جاهزين للتحدي الساعة 7 الصبح بتوقيت برلين، اللي رح يبلش بكير ورح يكون في عدد ساعات أكثر مثل ما طبعا طلبتوا أنتوا اليوم. بكرة أي ساعة؟ تمام ديما. نقصوا هلا عندي الساعة 9، نقصوا ساعتين من وقتكم من الساعة الحالية. عندي هلا 9 إلى 5 بتصير 7 إلى 5، معناتها 7 هو موعد بداية البث المباشر. بس هذا بتوقيت بلدي، بتوقيت بلدكم بس نقصوا ساعتين من الساعة الحالية ورح تعرفوا امتى. تمام، اهلا ميساء، اهلا ضحى، تمام صبحي على الخير ضحى. ما في اي مشاكل، بكل الاحوال بكرة يعني بكرة رح نعمل بس نبلش فيه بكير ونخلص بكير، عدد ساعات طويلة. اهلا ميساء، اهلا مؤيد، بنشارك معكم متى مواعيد البث، متى تبلشوا. تمام مؤيد، احنا بنبلش بال صح، الوضع البطيء، شكرا للتذكير. اوكي تمام، بنبلش هلا. صرنا الفترة الماضية درسنا 20 يوم ورا بعض بدون استراحة، وهلا رجعنا كمان للبثوث المباشرة. عم ندرس نايم الفترة الصباحية، عم يكون التحديات 12 ساعة من الدراسة. تمام، اهلا غصن. رح تكون الساعة القادمة مثل ما حكيت لكم هي الساعة الأخيرة، رح نختم مع تحدي العشر ساعات من الدراسة. عندي أنا اليوم درست تقريبا 12 ساعة لأن عندي دروس خصوصي. تمام غصن، شو السؤال بس؟ الوضع البطيء. تمام، شكرا على التذكير. شو عم تدرس؟ عم بدرس حاليا انا بدرس هندسة معلوماتية بشكل عام، برمجة هون بألمانيا، وحاليا عم بدرس محاضرات، اسمه محاضرات او هيك شيء له علاقة ببناء المخططات للسوفت وير او للبرامج للتطبيقات. في عندي مشروع لازم احضره يوم الاثنين القادم، او انجزه خلصه نهائيا يوم الاثنين القادم بعد بكرة. فكر احسب في اليوتيوب لانه يلهيني نفس الوقت استفاد منه، بس هذا سخت شوي، عندي تراكمات. تمام غصن، هلا بهي الحاله بتعرفوا دائما الواحد ممكن فجاه هيك او بدون ما يحس يفتح تطبيق، يفتح فيديو مسلي او هيك، هي شغله كثير طبيعيه. بهي الحاله بنصحك كثير كثير كثير، هلا اذا حاسه عم تستفادي من اليوتيوب وعم يشجعك وهيك، خذي القسم يلي بفيدك منه وتركي القسم يلي عم يلهيكي منه. يعني إذا كتير مثلا بتحبي تشوفي فيديوهات على اليوتيوب وهيك، فيكي ببساطة أنك توعدي حالك أنه بآخر النهار ممكن تشوفي فيديوهات مسلية وهيك، بس طالما كنتي بوسط التحدي أو بداية التحدي ما رح تفتحي أبدا فيديوهات. حتى لو لاحظتي حالك كبستي على فيديو، تمام فورا مسكي الفيديو وسكري من أول وجديد مثل كأنه ما انفتح، ولا تشوفي مهما كان يعني الفيديو هيك أو تمام، مهما كان الفيديو يعني كتير مشوق انه الواحد يشوفه. لحظة واحدة بس، تمام
اتوقع صار في ضغط على الانترنت. راح الفيديو. تمام، اتوقع صار هلا تقطيع، هلا رجع الانترنت. تمام تمام بكره التحدي رح يكون 12 ساعة. مرام مو 10 ساعة، 12 ساعة. تمام، عندي حرارة كلش قوية والاهل في حالة نوم بس ما اعرف، ابدو مو طبيعي. كل شوي اخفى على الكتاب بالحالة. تمام مروه، هلا بهي الحالة بنصحك كثير وقفي دراسة. تمام، إذا أنت هلا موجودة بحال تعب لا تكملوا دراسة أبدا. تمام، يلي ممكن أنصحك فيه هلا، جيبي، بدنا نخفض الحرارة تبعك. تمام، لازم نخفضها للحرارة، والراحة كثير كويسة هلا بهذا الوقت. جيبي إذا عندكم بشكير، تمام، أو قطعة قماش، ممكن تعرفوا الملابس الداخلية مثل القميص الداخلي اللي بيكون قطن، جيبوا مثل وعاء عبوا فيه مي، ما تكون كتير باردة، تكون برودة عادية. تمام، عبي فيه مي إذا كان عندكم كتير حرارة، كتير طريقة رائعة، وحتى لو بتعرفي تستخدميها رح أحكيها للطريقة مثل ما هي. غطسوا فيه قطع القماش اللي هي قماش ملابس أو هيك، ولفي واحدة هون، لفي هيك حوالين ايدك مثل كأنها اسوارة، واحدة هون وواحدة هون، تمام، عند مثل كأنها ساعة، وكمان هون عند مفصل القدم تحت مثل كأنه خلخال، طبعا خصوصا البنات. يعني يكون عندك واحدة هون واحدة هون واحدة هون واحدة هون، وضلي كل شوي عم تبدليها، وكل ما حسيتي انه هاي ارتفعت حرارتها شيليها وغطسيها تاني مرة بالجنق تبع المي، وصدقيني بعد كم دقيقة رح تبلش حرارتك تنخفض وتحسي بتحسن كتير كتير غريب. على هاي الطريقة اشربي كتير منيح مي، لأنه لما بتفوتوا المي كمان لجوات جسمكم كمان هاي الشغلة بتعادل وتوازن الحرارة. تمام، عملي هاي الطريقة مروة، ومتأكد انك رح تتحسني خلال يعني دقائق على هاي الحالة. عندي مشكلة بمواد الحفظ، ساعدني. تمام، توجيهي هلا بخصوص مواد الحفظ، كان في فيديو بصراحة كنت ناوي اني انشره ليوم الجمعة، للأسف بسبب الحالة الصحية وبسبب كتير معيقات تانية من مشاريع الجامعة رح يتأخر هلا نشر الفيديو، بس في فيديو رح أحكي عنه تماما بالتفصيل كيف ممكن الواحد يحفظ، شو أحسن طرق الحفظ هلا الموجودة، سواء كنتوا توجيهي علمي أو أدبي أو حتى بالجامعة. رح أحكي كل شيء ممكن يكون مفيد لكم بفيديو واحد، لخص فيه كل الشغلات اللي ممكن تفيدكم. تمام، بس كان عم يعلق بصراحة، بعتذر عن الضغط تبع الإنترنت، بوعدكم رح يتحسن الانترنت هلا بالايام القادمة كمان. ممتاز، رح عندي امتحان ثلاثة الظهر، الظهر ثلاث ساعات كافية، انا ابقى ادرس للصبح. تمام احلام، هلا بنصحك كتير لازم تناموا
ليلة قبل الامتحان حتى لو نمتوا الظهر، لأنه النوم بالليل هو الشيء اللي رح يشحن لكم تركيزكم منيح. لهيك أحلام إذا بدك تدرسي درسي هلأ، أنا ما كتير بشجع عليها، بس درسي هلأ بالساعات هلأ اللي جاية، بس لازم تنامي قبل الامتحان بالليل، تمام؟ لا أبداً أبداً لا تضحوا فيها لهي الشغلة، تمام؟ النوم قبل الامتحان أهم أهم شيء، حتى لو ما خلصتوا 100% لازم تناموا مشان تقدموا قد ما فيكم. هلا رح نبدأ بالساعة 9، بدي أتمنى لكم فيها كل التركيز والإنجاز. تمام مروة، بعرف قديش الهي هلا، يا اما لازم بصراحه هو الافضل انه يكون في حدا عم يعمل هي التفاصيل كلها اللي حكيت لك اياها، لانه المريض بتعرفوا حركته بتكون كثير ثقيله، فبنصحك اذا فيك تصحي حدا من الاهل او هيك يعمل لك هدول الكمادات 3 جولات، او اذا بتعمليها بس لمده 10 دقائق رح تلاحظي تحسن كثير هائل. فبنصحك بهي الحالات لازم حدا يعتني فيكي، حتى لو كانوا نايمين لازم يفيقوا، هي حالات طوارئ بالنهايه. تمام، رح تكون الساعة القادمة مسجلة مثل ما حكيت لكم، وأتمنى لكم كل التركيز بالساعة 9 والأخيرة بتحدي اليوم. يلا بينا سوا. تمام، كمان الباراسيتامول كتير مهم، كيف نسيتها؟ ما أعرف كيف نسيتها لهي النقطة، شكرا شروق للتذكير، كتير كتير مهم هذا الشيء.
حاليا تم انجاز الساعه رقم 9، وبهذا الشيء بنكون خلصنا اليوم تحدي العشر ساعات اللي كنا ناويين نعمله. طبعا مثل ما بتعرفوا نحن بندرس بالعاده اكثر من هيك، بس لانه اليوم بدانا شوي متاخرين بالوقت رح نخلص هلا. بدانا اليوم الساعه 12 الا شوي، وهلا عم نخلص الساعه 10 الا شوي، وخلصنا مقدار 10 ساعات. بتمنى هلا تكونوا وقفتوا عن الدراسة وخلصتوا كل أحوال هلا، يعني خلصنا الشيء اللي لازم نخلصه. بتمنى أنكم هلا ترتاحوا، تريحوا حالكم. أكيد هلا الوقت عندكم متأخر، بالعادة بنخلص بس مباشر بوقت شوي مبكر، بس بكل الأحوال بتمنى أنه ترتاحوا هلا وتحاولوا تعملوا الشغلة المسلية قبل النوم لحتى تكافئوا نفسكم على الجهد اللي بذلتوه. حتى لو اليوم درستوا ساعة واحدة لازم تكافئوا حالكم انكم ركزتوا فيها كتير منيح. اذا درستوا 9 ساعات او 12 ساعة كمان برافو عليكم. تمام، ولهذا السبب يعني مشان ندير بالنا اكثر على المكافأة اليومية واللي هي دائما بعد نهاية الدراسة او البث المباشر، رح اعملكم انه بكرة نخلص بكير وتروحوا تكافئوا حالكم بوقت مبكر. تمام، شوف مين معنا بالشات. اهلا مرام، مروة، اهلا اي ويل بي. رح اكمل 12 ضبط انا. تمام، اعرف اذا عندك الساعة 12 صارت اي ويل بي، اذا كنت بالعراق تكون 12 او غير بلدان 10 11 بالليل او 10. اهلا دكتور تايم، تعبت كتير، اتوقع لازمني مي لمن هيك بصير فيني. لذلك سأنام وأعود عند الواحدة صباحا بإذن الله. تمام أميرة، هلا إذا بنصحكم دائما إنه لما بدكم تناموا أو هيك تناموا دورة كاملة، يعني تناموا 6 ساعات 7 ساعات، المفضل اللي هو 7 ل 8 ساعات من النوم. صحكم كتير تناموها لحتى يشحن دماغكم بشكل كتير قوي من هون لبكرة. اهلا بتول، اهلا هديل، مديرة الصحة. صراحة دخلت متأخر لكن استفدت كثيرا. تمام، شكرا كثير لك كمان لافي، كثير سعيد انه كنت معنا اليوم بالبث المباشر. اتمنى دائما انك تستفاد وهيك يعني تحقق كل شيء بتتمناه، ولكل حدا عم يتعب على حاله كمان نفس الشيء. مثل العادة طبعا دائما هي ما راح انسى اني شجعكم عليها انكم هلا تعملوا شيء مسلي لكم، بتحكم على اصدقائكم، تشوفوا مسلسلات، تشوفوا سوشيال ميديا، اي شيء بتحبوه كمكافأة للشيء اللي عملتوه اليوم. تمام، تمام شروق، بتمنى يكون اليوم منجز بالنسبة لإلك وتكونوا كلياتكم مبسوطين عن هذا الشيء. رح نختتم هلا التحدي مشان ما أخركم أكثر عن المكافأة اليومية وعن موعد النوم. بس بكل الأحوال بشوفكم بكرة بالتحدي تبع 12 ساعة. دللوا حالكم كتير منيح هلا، افصلوا عن الدراسة وناموا كتير منيح لحتى بكرة نبلش بيوم معطقة كاملة. وبتمنى لكم كل التوفيق، حاليا كل الاسترخاء بهذا اليوم، وشوفكم بكرة البث المباشر. مثل العادة رح أحط لكم نغمة الانتصار لإتمام التحدي تبع اليوم. تصبحوا على ألف خير يا أبطال، وبشوفكم بكرة.